وانا على الانستجرام برد على بعض اصدقائنا، في صديقة هنا اقترحت اقتراح حلو اوي، بتقول لي ايه رايك تعمل حلقة عن اكتر رجال الابراج اللي ممكن تتقبل ان الانثى تقول لهم او تاخد معاهم الخطوة الاولى، يعني تقول لهم معجبة بيك او تقول له بحبك. يعني اولا انا قلت في فيديوهاتي قبل كده ان مفيش راجل ايا كان بيحب كده من الانثى، ممكن الانثى تلمح له وتفتح له باب، تدي له فرصة ان هو يعبر، بس ان هي تروح تعبر ما اعتقدش ان في رجل هيحب كده. ولكن الموضوع بدرجات، يعني في ابراج ما تحبش كده اطلاقا، ولو الانثى عملت كده ممكن تقطع علاقتها بيها او تصرف نظر عنها، وفي ابراج الموضوع عندها يعني هي صحيح ما بتحبوش بس مقبول شوية، يعني ما فيش مشكلة، ما بتدققش فيه قوي. وهو ده بقى موضوع حلقتنا بتاع النهاردة، هنرتب كل الأبراج من أكتر الأبراج اللي بتكره كده لحد، وإحنا طالعين بقى كل ما نطلع في المراكز ناخد أبراج الموضوع عندها أسهل وما بتدققش فيه أكتر، لحد ما نوصل لأبراج القمة تقريبا هيبقى الموضوع شبه عادي، أبراج يعني تلاقيها تقول لك عادي ما تفرقش أوي ما تدققش أوي في الحاجات اللي زي كده. ولكن سريعا كالعادة خلوني أرحب بيكم وأقول للي ما اشتركش في القناة اشترك عشان إشعارات الحلقات بعد كده ما تروحش عليه، والجديد يا ريت يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، وتوقعوا واكتبوا أنا بقرأ كل تعليقاتكم، وتعالوا بينا نبتدي بالمركز الـ 12. 12 حد توقع هو برج الجدي الترابي، اكتر الابراج خلي بالك بقى يا انثى او يا بنوته او يا اللي ممكن يكون عندك ثقافه غلط، عادي لما انا اقول له عادي لما انا اعترف له خلي بالك من الحته دي، هو رجل برج الجدي الترابي اكتر الابراج كلها رجال الابراج اللي ما يحبش كده. انت واخده دوري كده، وان كان الحياه مقسمه اصلا ما بين الرجل والست ادوار، هو احنا لو بنحب بعض مين اللي بيجي يتقدم للتاني؟ ما هو لو ينفع كانت الانثى بقى هي اللي تيجي وتجيب اهلها وتخطبني، لا في ادوار كده يعني هو الراجل اللي لازم يعملها، وفي رجال متمسكه بكده. اذا رجل برج الجدي في المركز الـ 12 ما انصحكش ابدا تحت اي ظرف من الظروف ان انت تاخدي الخطوه الاولى معاه، واحنا وضحنا في البدايه يعني ايه خطوه اولى، نعلى في المراكز ناخد راجل دماغه زلطه في الموضوع ده اكتر وما يحبش كده. في المركز الـ 11 رجل برج العقرب المائي، بحبك صعبة وبحب كل حاجة تاخد وقتها زي اخويا برج الجد، واحب ان انا امشيلك على مهلي وده دوري ان انا اعترف لك الخطوة الاولى دي بتاعتي، المصارحة والاعتراف ده انا المختص بيه مش انتي. هنوصل دلوقتي للمركز الـ 10 وناخد برضو راجل مش احسن حال بينهم منهم في الموضوع ده، هو ما يحبش كده، ولكن رجاء انا دايما بقول في اصدقاء لنا بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات، لو شايفين الحلقة دي مفيدة او ممتعة تدوسوا لايك، ده طلبي الوحيد توصل لبقية اصدقائنا، العكس ديسلايك وقولوا لي السبب، ويا ريت اصدقائنا اللي على اليوتيوب واللي على الفيسبوك يشيروا على قد ما يقدروا لو شايفينها ان هي تستحق. المركز الـ 10 رجل برج الثور، وحذاري ان انت تقعي في الفخ ده مع هذا الرجل الغريب العجيب اللي محتاج كتالوج عشان نقدر ان احنا ندرس ونعرف خفايا شخصيته، ايضا شرحه شرح اخواته الاتنين اللي سبقوه، وحظك مش حلو قوي لو انت كنت واقعه في واحد من التلاتة دول وما فيش اعتراف لسه بينكم. ابراج تقيلة، رجال تقيلة بطبعها وتحب كل حاجة تاخد وقتها، مش هنقول اكتر من كده عنهم في الجزئية دي. هنبدأ نخش في منطقة وسطى في المركز التاسع، هنعلى اكتر، هو برضو يعني ما بيحبش كده، ولكن مقارنة بيهم يعني الموضوع اهون شوية، الا وهو رجل برج العذراء. حد توقع في المركز التاسع؟ برضو ما ننصحكش تحت اي ظرف من الظروف ان انت تغامري مع هذا الرجل لما سيترتب عليه بعد كده في المستقبل، ما بينسوش الـ 4 دول، ما بينسوش لا الصغيرة ولا الكبيرة ولا بدايات العلاقة ولا نهايتها ولا منتصفها ولا أقل وأدق التفاصيل اللي مرت فيها أكتر. نوصل للمركز الثامن، الحب واللف لفا يلعبوا دور يلعبوا تأثير في منطقة وسطى حرفيا ما بين البنين بقى، يعني لا بيرفض قوي وممكن يقطع العلاقة قوي ولا بيتقبل إلى حد ما وممكن يمشي الأمور لو هي عجباه. يعني رجل برج السرطان اللي بيجي في المركز
التامن. وعلى كل ما ننصحش برضو بالخطوة الأولى معاه، بالمغامرة معاه. هو يحب إن هو اللي يبتدي بحاجة زي كده بالاعتراف. ممكن تبديله حسن النية، تفتحي له الطريق، تشجعيه بشكل غير مباشر وبدون أي تجاوزات على كده. ولكن هو بيجي معانا في المركز الثامن، والمراكز بتبقى موضحة، يعني بتقول لوحدها كده عن كل برج. انتوا عارفين يعني ترتيبه في المركز الثامن، يبقى ايه اللي ممكن يتقال عنه. نعلى اكتر، نوصل للمركز السابع، برجي برج الحمل اللي في المركز السابع في منطقة وسطى. بصراحة فينا شوية كده من الابراج اللي سبقتنا، نحب كل حاجة تيجي في وقتها وما نحبش انثى تاخد دورنا، ونحب ان احنا لو هنتكلم احنا اللي نعترف واحنا اللي نقول. يعني الانثى الجريئة او زيادة عن اللزوم وتقول حاجة زي كده ممكن ما تعجبناش الى حد ما. لذلك برضو المغامرة مع برج الحمل بالاعتراف الصريح المباشر مش مطلوبة. احنا بقى في الجد الجد، ويعني الابراج اللي شوية كده العملية تيكت ايزي معاها، العملية ماشية. من اول برج الميزان اللي في المركز السادس ممكن يعدي والدنيا تمام وبيس ويعترف لك، وما يكونش الموقف ده مؤثر قوي على صورتك قدامه. ولكن ما هو زي برج الحوت اللي في المركز الخامس. من اول الحوت بقى دي الابراج اللي يكاد يكون الموضوع عندها كرجال يعني ما فيهوش مشكلة كبيرة قوي، ماشي الدنيا، ما عندناش مشكلة عادي، ما احنا في زمن الانفتاح واللي يعني هو الموضوع في ابراج كده وابراج كده، في رجال كده ورجال كده، وطبائع طبعا كل برج بتتحدث. من المركز الخامس هو برج الحوت، برج متفاهم بشكل كبير قوي في النقطة دي، برج ما بتعملش عنده حساسية بينه وبين نفسه. على فكرة ممكن الرجال اللي سبقتنا، جدي، عقرب، حمل، الابراج اللي احنا قلناها دي، تيجي انت مثلا تقولي للراجل كده انا بحبك، خبط لزق، ما يبينكيش حاجة ويقول لك وانا كمان بحبك، ما يبينش يعني اي رياكشن وحش ويمشي معاكي، بس جواه مش حابب الموقف. الصورة اللي انت حطيتي نفسك فيها مش ولا بد يعني، خلي بالك. اذا في المركز الرابع رجل اخر، يعني الدنيا عنده بيس قوي في الموضوع ده، ما تقلقيش من هنا بقى. من اول الرجال دي لو انت مضطرة قوي للمصارحة والاعتراف صرحي، لو مضطرة يعني هيسافر ومش هتشوفيه، خلاص هيخطب واحدة تانية غيرك، مش مواقف يعني مصيرية زي دي. الرجال دي عادي، انا كمحمد ابو زيد هو المتخصص في المجال ده اقول لك معرفتنا بطباعهم تقول لك عادي. لو مزنوقة قوي في الاعتراف يعني وحاسة ان هو هيضيع منك بشكل كبير، يستحق الدلو في المركز الرابع والدنيا معاه بيس قوي. ورجل برج الجوزاء في المركز التالت بيسين تلاتة عشرة، مفيش مشكلة معاه اذا انضغطت واتوضعت في موقف مصيري يحتم عليك. الرجال دي يعني الموقف ده ما بتدققش فيه، او مين اعترف انا ولا هي، عادي، المهم ان احنا في الاخر اصبحنا مع بعض وعايشين وبنخرج والدنيا تمام، وميتين في الحب والحب ميت فينا، والدنيا اخضر في اخضر وبامبي في بامبي، لحد ما بتبقى في الاخر كحلي في كحلي. في المركز الثاني نوصل لرجل اكثر تساهلا في الموضوع ده واستجابة، خلي بالك ليه، وان هو ما عندوش صبر كمان للانثى التقيله قوي قوي اللي تتجاهله واللي تعمل وما هوش فارق معاها واللي ما هي واللي مثلا تسيبه برج الاسد. رجل برج الاسد من الرجال المستعجله في المشاعر والمواضيع اللي زي دي، ومش دي بس الصفه اللي تخليه يجي معانا في المركز التاني في حلقه النهارده، في صفات كتير لا يتسع طبعا الوقت ان احنا نقولها كلها بالتفصيل. بس لو رجل برج الاسد عايزه تعترفي له ومضطره قوي في مواقف زي اللي قلناها، عادي ما بيدققش، ما هو زي رجل برج الجدي ولا العقرب ولا الابراج اللي خدناها تحت دي. القوس بيتصدر الترتيب، رجل برج القوس هو اكتر الرجال اللي ما تدققش في حاجة زي كده، بيجي معانا في المركز الأول. يا بختك بقى لو أنت في حد في حياتك أو معجبة بحد برج قوس وهتموت عليه قوي وحياتك يعني متوقفة عليه، ممكن تعترفي له لو أنت وصلت للمرحلة القوس. ولكن عشان برضو يبقى الكلام والصورة واضحة، أنا كمحمد أبو زيد لا أنصح إن أي أنثى يعني تروح تقول لرجل أنا بحبك الأول،
من وجهة نظر، ولكن لو انت شايفة وجهة نظر تانية فاحنا وضحنا لك المغامرة ممكن مع الخمسة الأوائل تمشي، ولكن السبع أبراج اللي تحت الرجال دول اوعي. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، بكون سعيد جدا بمشاركاتكم وتفاعلاتكم. الانستجرام الفيسبوك قناتنا التانية للفضفضة، يعني في مواضيع كتير قوي يا جماعة مبعوتها لي. في موقف النهاردة اتبعت لي من صديقة لنا على الانستجرام بتقول لي كان ليا يعني واحد خطب لي 9 شهور وحبيته قوي، وقلت اختبر، انا مش فاهم يعني بيجيبوا الاختبارات دي منين، اختبر يعني حبه ليا. فقلت له انا حصل لي اعتداء جنسي قبل كده وانا مش بنت. قال لي كل واحد فينا يروح لحاله، يا عم بهزر يا عم مقلب يا عم مش عارف ايه، وقصة كبيرة. عامة الحلقة دي نازلة بكرة على قناة اسأل محمد وعيلته، وفي تطورات كتيرة يعني صديقتنا بتاخد رأيكم وهتبقى معانا، هتسمع وتشوف وترد بنفسها. يا ريت تنضموا للقناة دي، هتلاقوا كل الروابط دي في وصف الفيديو وأول تعليق، وإلى اللقاء.